اهلا وسهلا بكم مره ثانيه. ما زلنا في ملف اغتيال الرئيس الراحل ياسر عرفات في ضوء تقرير لجنه التحقيق المستقله التي شكلتها السلطه الوطنيه الفلسطينيه، وايضا التقرير الطبي الصادر في لوزان بسويسرا. والتقريرين بيأكدوا وجود مادة بولونيوم مشعة بكميات كبيرة في جسد وملابس عرفات، مما يرجح اغتياله بهذه المادة. معي على الهاتف اللواء توفيق الطراوي، رئيس لجنة التحقيق الفلسطينية اللي أعلنت نتائج تقريرها بالأمس. أهلا وسهلا بيك مرة تانية سيادة اللواء. أهلا وسهلا سيادة اللواء. حضرتك قلت قبل الفاصل أنه أنتم تتهمون من خلال هذا التقرير بشكل مباشر إسرائيل بالقيام بهذه الجريمة، على أي أساس بنيتم هذا الاتهام؟ يعني قلت لك أنا أولا في عنا البينات والقرائن اللي هي أقوال القيادة الإسرائيلية أولا، ثانيا التقرير الروسي والتقرير السويسري اتفقوا على ما يلي. أولا أن ياسر عرفات لم يمت بسبب تقدم العمر. اثنين، أن ياسر عرفات لم يمت بسبب المرض. ثلاث، أن ياسر عرفات قد مات موتا غير طبيعي. وبالتالي اتفق التقرير السويسري والتقرير الروسي على هذه النقاط الثلاث. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أنه قد مات مقتولا مسموما. صحيح. هذا كله يحتاج إلى، حسب القانون حسب التنظيم، يحتاج إلى دليل. الدليل يكون موجود عندما نستطيع أن نصل من خلال استمرار التحقيق إلى الأداة التي نفذت هذه الجريمة. أيوة. وهذا إن شاء الله سنصل إليه بإذن الله. طبعا احنا عارفين انه في 480 من الفلسطينيين كانوا متواجدين مع الرئيس الراحل ياسر عرفات في مقر المقاطعة وقت محاصرته من 2001 ل 2004. انتهى به الحال في فترة من الفترات الى المقر دمر تقريبا بشكل شبه كامل الا غرفتين كان بيقيم فيهم عرفات ورفاقه. لكن الحقيقة من الشواهد اللافتة في هذا الامر انه تم اخذ عينات من المعدة وقت مرض عرفات، لكن هذه العينات فقدت كما قيل ولم يتم إرسالها من الأساس إلى المختبر. دي واحدة من الشواهد الحال الغريبة اللي حصلت واللي بتستخدمها إسرائيل في الترويج لنظرية تورط الجانب الفلسطيني في العملية. إيه تفسيرك لده؟ يعني أولا هذا كلام غير دقيق، لأنه حتى لو العينات ذهبت إلى المختبرات، أي مختبرات ستذهب إليها في ظل الحصار هي مختبرات فلسطينية، والمختبرات الفلسطينية هي مختبرات في وضع لا يستطيع العاملين فيها أن يبحثوا في أدوية متقدمة أو سموم متقدمة. إذا كانت الدول المتقدمة لا تستطيع أن تصل إلى نتائج معينة في بعض المواد، فيمكن للمختبرات الفلسطينية البسيطة أن تصل إليه. وأنت تعرف خاصة أن الدول عندما يعني تصنع سما يكون سره موجود عند تلك الدولة، ولا تستطيع الدول الأخرى أن تصل إلى هذا الأمر، زي ما كنا لسه عن حادثة خالد مشعل، سم والعلاج اللي كان عند إسرائيل واللي يعني قدر الأردن يحصل عليه بعد ما قبض على اللي قاموا بالعملية. بعدين يعني أنا بس بدي أسأل سؤال، يعني بعض الناس يعني قد تكون الأداة فلسطينية وقد لا تكون فلسطينية، لكن أنا بدي أسأل سؤال. يعني العالم أحيانا يعني يستغرب أنه كيف يمكن أن يكون أو ممكن أن يكون فلسطيني. طب هو اللي قتل الرئيس السادات الله يرحمه مين؟ مش مصري؟ اللي قتل جلالة الملك فيصل مش سعودي؟ اللي قتل كينيدي مش أمريكي؟ بس هو مأجور من مين بقى؟ من الجهة اللي حرضته على ده؟ وده الأهم، الجهة المسؤولة هي إسرائيل. وأنت تعرف أننا نحن تحت الاحتلال، وهناك كثير من الناس ضعاف النفوس موجودين عملاء لإسرائيل، وإسرائيل عندها عملاء في كل دول العالم وفي كل الدول العربية. نحن بالأساس أنا رأيي أن نركز على قضيتين. القضية الأولى، من هم وراء هذا الاغتيال؟ الذي هو وراء هذا الاغتيال هي إسرائيل، والذي يجب أن يحاسب ويحاكم هي قيادة إسرائيل، لأنه هؤلاء يقوموا أساسا
على قضيه الارهاب والقتل والاغتيال، وتاريخ اسرائيل منذ ما قبل انشائها يقوم على الارهاب صحيح. والاغتيال والعنف. سياده اللواء، هل بتحسوا في بعض تصريحات السيده سهى عرفات ان هي بتشك في السلطه الفلسطينيه او غير راضيه ربما عن ادائها في هذا الملف؟ يعني اولا الاخت سهى عرفات هي اخت فاضله، وهي زوجه الرئيس ابو عمار، ونحن وانا ادرك تماما حجم الألم الذي يعتصر أختها ومن خلال تأثرها ومن خلال الوضع اللي هي بتعيش فيه أنها فقدت زوجا وحبيبا وإلى آخره، وأتفهم ما تقوله، ولكن هذا الكلام غير صحيح وغير دقيق على الإطلاق. اللي هي ممكن تقوله تقصد؟ إذا سمحت لي، نحن لا نستطيع أن نقول كلام قد يقتل ياسر عرفات مرة أخرى. ما في لجان تحقيق تتم من خلال شاشات التلفزيون ومن خلال الإذاعات، ما في لجنة تحقيق بنحكى فيها بالإعلام. إحنا أصلا بنشتغل سنتين قبل ما الجزيرة تذيع أخبارها للأسف، ونحن لم نستطع ولا نريد أن نخرج إلى الإعلام لولا أن الجزيرة خرجت بفيلم يشوه أو يحاول أن يشوه دولة السلطة الفلسطينية. معلش يا فندم، ما احنا اهو بنفند اللي اتى في هذا التحقيق الاستقصائي علشان برضو ما يبقاش فيه اتهام مطلق او مرسل بلا رد. اخيرا سيادة اللواء، يعني هناك من يعتقد او يروج من الجانب الاسرائيلي انه عرفات في اعوامه الاخيرة لم يكن يمثل خطرا لاسرائيل. يعني انا اذكر حتى انه في السنوات الاخيرة كان دائما النسيان سيدة حنان عشراوي، يعني وقالت لي الحقيقة ده شخصيا انه هي كانت يعني بتكون حريصة في بعض الاوقات ان هي تقف وراءه لتلقينه ما ينبغي ان يقول. يعني كيف ترد على هذا، يعني او هذه الحجة من الجانب الاسرائيلي؟ هذا كلام غير صحيح وغير دقيق. اذا كان هذا صحيحا، ما معنى ان يتم الطلب باخراجه من الساحة السياسية؟ ما معنى أن يطلب منه أمريكيا أن يكون رئيس فخري؟ ما معنى أن يقول شارون وموفاز أنه نحن جاهزون إلى إنهائه ويقول له اعمل بي 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 بعيدا يعني بهدوء؟ ما يعني كل هذه المعاني تؤكد أن ياسر عرفات كان قائدا للشعب الفلسطيني في ظل وجوده، وبالتالي نحن من خلال لجنة التحقيق نتهم إسرائيل أنها هي وراء اغتيال ياسر عرفات. أنا بشكرك جدا سيادة اللواء توفيق الطراوي، رئيس لجنة التحقيق الفلسطينية في اغتيال الرئيس الراحل ياسر عرفات، شكرا جزيلا لك على وجودك معنا. طبعا تأكيدا لكلام لواء توفيق، بالفعل الرئيس الراحل ياسر عرفات اضطر تحت ضغوط، لأنه كان في ضغوط أمريكية على الشعب الفلسطيني لتغيير قيادته، اضطر أنه هو يتنازل عن عدد كبير من صلاحياته في السنوات الأخيرة صحيح لأبو مازن صحيح. لكن برضو أنا أذكركم بتصريح على لسان السيدة سهى عرفات، طالما أتينا على ذكرها، للإعلام قبل 3 أيام بالضبط من وفاة ياسر عرفات، خرجت على وسائل الإعلام وقالت أنه في مجموعة من المغرضين من السلطة الفلسطينية في الطريق إلى باريس ليرثوا عرفات حيا. شوف، أنا اسمح لي دكتور محمد، يعني أنا أرجو أن تكون الأمور أكثر وضوحا. المصاب يعني المجروح اللي عنده إصابة، اللي عنده مريض، اللي عنده شخص بحجم ياسر عرفات شيء كبير طبعا. والله أنا بقول لك أنا أغفر وأتفهم تماما، ممكن يقول أي يعني أي شيء يخرج عنه، يعني يمكن تفهمه هو بشكل. التواصل اللي عامل إزاي دلوقتي ما بين السلطة والسيدة سهى عرفات؟ التواصل إيجابي جيد جيد ودائم. نعم جيد وإيجابي. إنما أنا عايز أقول لك على شيء، يعني ليس فقط السيدة سهى، أنا أقول لك إنه نحن في قطاع غزة مثلا، أنا أذكر وقت وفاة وقت الإعلان عن وفاة الرئيس الشهيد ياسر عرفات كنا في قطاع غزة، وخرجت المسيرات ترفض فكرة أن ياسر عرفات مات. تخيل
يعني في في حاله من حالات الانكار حاله من حالات الانكار النفسي والذاتي وتاخر الاعلان على كل حال كذا يوم. واقول لك كمان انه يعني خرجنا في مسيرات وكانها هستيريه نقول من غزه لباريس بدنا نودع الرئيس، احنا عايزين نودعه. يعني الحقيقه يعني رحم الله ياسر عرفات ورحم الله كل شهدائنا الابطال اللي هم اصدق منا جميعا، لانه من تقدم بروحه من اجل فلسطين فهو الحقيقه هو الذي صدق من اجل فلسطين وارض فلسطين. يعني ياسر عرفات دائما اسرائيل في موضوع الاغتيالات التي مارستها ضد الشعب الفلسطيني وقيادات الشعب الفلسطيني ارادت ان تضع الشعب الفلسطيني في دوامات سياسيه مختلفه حتى يظل هذا الشعب الفلسطيني في حاله صراع مستمر. كانت تدرك اسرائيل أنها بقتل رمز بحجم ياسر عرفات وبقتل أيضا أحمد ياسين أن الشعب الفلسطيني قد يصل إلى مرحلة الاقتتال، لأن هناك يعني إسرائيل أجادت اللعب الأمني في مطبخها النفسي الأمني لسنوات طويلة، وهذا يقودنا إلى موضوع يعني كيف تفكر إسرائيل. كانت إسرائيل عندما يصل أحد القيادات الفلسطينية إلى مرحلة من النضج السياسي والنضج في المقاومة وفي العمل السياسي وفي العمل على وحدة الشعب الفلسطيني تقوم باغتياله، ودليل على ذلك أن إسرائيل استمرت في اغتيال عدد كبير من الشخصيات الفلسطينية في توقيت وفي مهام محددة لهذه الشخصيات. وبالتالي عندما تأكدت إسرائيل أن ياسر عرفات عزز الصمود الفلسطيني بدل أن يكون أداة للإذعان، عندما تأكدت إسرائيل أن ياسر عرفات أعاد كم كبير من اللاجئين الفلسطينيين في الدول العربية إلى ومن الصحراء، من صحراء ليبيا ومن صحراء السودان ومن كل الدول العربية ومن الشتات أعادهم إلى فلسطين، وهم يحسبون لنا بعدد النسمة بعدد الشخص الواحد، يعني هم بيعدوا مواليدنا بيعدوا أنفاسنا، كل يوم بيتحدثوا عن القنبلة الديموغرافية في فلسطين. فأدركوا أن ياسر عرفات أيضا حافظ على القرار الوطني الفلسطيني المستقل، أن ياسر عرفات أعاد التوازن مع الدول العربية حتى مع من اختلف معهم لسنوات في مواضيع مختلفة، وأن ياسر عرفات يشكل رمزا للمقاومة والسلام. وأيضا عندما أدركت إسرائيل أن ياسر عرفات أصبح شخصية عالمية ذات مصداقية في النضال وفي السلام، لأنه أيضا في السلام كان صادقا وكان يريد فعلا. أنا بقول لك هو في سنة 88 وصح فكرة حل الدولتين، شعرت يعني إسرائيل وشعور بالتحديد من وجوده. يعني أريد أن أذكرك دكتور وأذكر الأخوة المشاهدين والدكتور بأن العدو الأساسي إلى ياسر عرفات كان شارون منذ حرب بيروت، وكان يريد أن يغتال ياسر عرفات عشرات المرات. وبالتالي كان هناك أيضا عداء شخصيا ما بين شارون وما بين من هزم الآلة العسكرية إلى شارون سنوات طويلة. لكل هذا أرادت إسرائيل أن تغتال ياسر عرفات ليس بشخصه بل بقيمته. تفضل يا سيد الفاضل دكتور والكلام للجميع، أنا آسف أن أنا انفعلت لكن أنا أقول لك شارون أرييل شارون قال سنساعد الرب في التخلص من ياسر عرفات، وكأنه يعني الرب غاضب يعني من ياسر عرفات. لا لا، هو سيساعد ربنا سبحانه وتعالى في التخلص من ياسر عرفات. هذا التصريح هذا التصريح الذي يكفر أي بشر والذي يعني يظهر حجم الغطرسة وحجم الحقد والرغبة في القتل الموجودة لدى ياسر. هو لم يخفي هذا على فكرة لما قال المسؤولين الفلسطينيين، قال أنتوا عارفين طريقتي، يعني وأنتوا أدرى الناس بهذا التصريح، أنتوا عارفين طريقتي، من يهدد الشعب الإسرائيلي حنمحيه من الوجود. وكان بيقصد هنا ياسر في حديث عن ياسر عرفات. وياسر عرفات استطاع في الفترة الأخيرة حين 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 قال للرئيس كلينتون وليهود أولمرت في ذلك الوقت، قال لهم أنتم مدعوون لجنازتي، ماذا يعني ذلك؟ يعني نعم من حقنا أن نفاخر بأنه بطل وصامد وسيظل يصمد ولن يغير من تمسكه بالثوابت الوطنية الفلسطينية، ولكنه أيضا يقول بأنه لستم أنتم لا الأمريكان ولا الإسرائيليين الذين تحددون مسارات وخيارات الشعوب في المنطقة، ليس فقط الفلسطيني ولكن المنطقة. ولذلك أنا أريد أن أربط أستاذي الفاضل ما جرى في كامب ديفيد والانتفاضة الفلسطينية وما قام به الجيش المصري والشعب المصري الرائع العظيم المثير بشكل كبير في 30 يوليو.
غيروا خريطة المنطقة التي كان يرسمها لنا الأغيار ليأتوا لنا بها على المنطقة. بس واضح في ذلك الوقت ذلك الوقت كان حقا سيقتل ياسر عرفات مرة أخرى وستقتل المنطقة العربية لو كان حيا بهذه الطريقة التي رسموا بها. تغيير خارطة المنطقة، تغيير شكل بلادنا اللي احنا فيها وتغيير شكل شعوبنا. بس واضح انه مشهد رحيل عرفات من رام الله في طريقه لباريس، كلنا نذكر هذا المشهد التاريخي لما كان بيرسل قبلاته لمودعيه وهو على متن الطائرة والممرضين بيدخلوه وهو في حالة وهن وهزال شديدين. صحيح. المشهد ده على فكرة في صحفية أمريكية فصلت من عملها لأن هي بكت وهي بتنقله على الهواء. وأي بني آدم عنده شوية دم سيبكي. واضح أنه هذا المشهد ما زال حيا في القلوب. صحيح. تأثرت قبل قليل وكأنه وفاة عرفات كانت بالأمس. إيه اللي فقدته القضية الفلسطينية بغياب عرفات؟ شخصية ياسر عرفات، قدرته على أنه يقلب الموازين في لحظة، وإنك أنت ياخذ العالم كله يفكر في هذا الاتجاه وفجأة تلاقيه بتحرك من اتجاه آخر خالص. قدرته على أنه يبتدع أحداث غير موجودة، يعني الدنيا ماشية بطريقة الكونسيكونس التداعيات بتاعتها بتقول أن هي لازم تمشي بهذا المسار. فجأة تلاقي حدث يحدث في منطقة أخرى وهو اللي بيحركه ولا يخطر على بال أحد. الجزء الثاني إنسانياً، أنت بتشعر أنه في كل لحظة كل فلسطيني وكل مصري وكل عربي وكل صحفي وكل كاتب وكل مغامر وكل أي واحد بيقول لك قصة عن علاقته بياسر عرفات، إزاي هو سلم عليه، إزاي هو أكل معه، إزاي هو وضع له لقمة في فمه ليأكل، إزاي هو اتصل بيه لما كان عيان مريض عنده شوية أنفلونزا واتصل بيه تليفون يقول له إزايك الأنفلونزا عاملة. هذا كان حضرتك رجل تستفزني بقى عشان أحكي لك وأنت لك قصة معه وقصص معه اللي حكيتها لكم في الفاصل. يعني أنا شرفت طبعا باللقاء الرئيس الراحل ياسر عرفات في رام الله في مسجد المقاطعة، كان يوم جمعة وكان نعيم طباسي زميلنا العزيز كان نقيب صحفيين وقتها أخذني ورحنا صلينا هناك وقدمني للرئيس الراحل ياسر عرفات. فهو قال له محمد سعيد صحفي فقبلني ياسر عرفات، قال له مصري فقبلني مرة أخرى كمان مرة وكان يحب ويعشق مصر كثيرا. صحيح. وبدأ يتحدث معي باللهجة المصرية. صحيح. ويتقنها هو يتحدث باللهجة المصرية. صحيح. هواه مصري. يعني الحقيقة أنا أريد أن أضيف هو على الجانب هوانا ياسر عرفات هو الرئيس أعتقد قد يكون الوحيد في هذا العالم الذي قبل قدم مصاب. صحيح. هذه الصورة، يعني صورة أن يقبل قدم مصاب، تلاقي رئيس ياسر عرفات هو الذي بينزل رأسه وبيبوس رجلين طفل صغير أو رجل كبير لأنه مصاب أو لأنه ساقه قطعت، يوطي ببوس الرجلين. هذا رئيس. أو يترك المنصة حتى يقبل رأس زوجة أو أم أسير أو شهيد. وإحنا بنتكلم عن مناقب ياسر عرفات، يعني كان يوقع مئات الأوراق يوميا من حل مشاكل الناس حتى على المستوى الشخصي. إنما يعني لا نريد أن نخوض في هذا الجانب بقدر ما نخوض في جانب آخر إلى ياسر عرفات. ياسر عرفات حقيقة في صموده حفاظ على قرار الوطن الفلسطيني المستقل، ترديده بشكل مستمر رايحين على القدس بالملايين، شهداء بالملايين، وكان يوصل رسالة سياسية ورسالة عسكرية، ويوصل رسالة لكل التنظيمات السياسية اطمئنوا لن نتنازل عن فلسطين. فبالتالي كان أيضا الإسرائيليين يدركون هذه الرسائل. نعم. يعني كانوا يدركوها وبالتالي قرروا التخلص من شخص ياسر عرفات. عندما فشلوا من اغتياله سياسيا قرروا اغتياله جسديا طبعا. ولكن استطاع الفلسطيني باحتفاظه بهذه الصور واحتفاظه بهذه الثوابت. احنا بنقول للإسرائيليين انه لن يأتي من يفرط بالثوابت التي حافظ عليها ياسر عرفات. انا بشكركم جدا سيد سفير حازم ابو شنب. اذا سمحت لي نربط، اذا سمحت لي، يعني انا طمعان فيك في خلاصة، يعني في خلاصة. ولذلك هذه الثوابت التي زرعها فينا ياسر عرفات لم يكن وحده، معه رفاق اصدقاء. نعم. زملاء، منهم الرئيس محمود عباس الذي تراه الان وهو يدفع ثمن غاليا لتثبته بالثوابت الوطنية الفلسطينية. ما هي دي خيبة أمل إسرائيل بأنها تصورت أن القيادة الجديدة هتبقى مغيرة، لكن وهو على محك الآن محمود عباس على محك حقيقي مع المجتمع الدولي مع الإسرائيليين، وقالوا له علنا أنت إما على مسار
ياسر عرفات بمعنى القتل، وإما أنك سوف نجبرك على 1 2 3. يعني محمود عباس كل التحية له، ياسر عرفات كل التحية، ولكن المهم الشعب الفلسطيني العربي المناضل الثابت الصابر المجاهد كل التحية له من سي بي سي ومن جمهورية مصر العربية. بالتأكيد نواجه هذه التحية للشعب الفلسطيني. ونشكركم أيضا نشكرك جدا دكتور هذا الملف. شكرا جزيلا سيادة السفير حازم أبو شنب عضو المجلس الثوري بحركة فتح. وأيضا أتوجه بالشكر للدكتور رياض صيدم الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني. شكرا جزيلا ليك. وأعتقد أنه الرسالة اللي بنستخلصها من هذا النقاش، وأيضا الرسالة اللي خرجت بها لجنة التحقيق الفلسطينية في هذا الحادث، هي موجهة لإسرائيل التي تروج لأنه الفلسطينيين وراء اغتيال عرفات. هذه الرسالة مفادها يا إسرائيل العبي غيرها. فاصل ونعود.